اليوم كان ماتش في المستوى مع الرجل اللي خصم اللي في المستوى وفي المقدمه ديال لا دوزيام ديفيزيون. حنا ونا بروفيتي باش كلشي ياخذ لو طون جو ديالو، خصوصا اللي ما لعبوش بزاف هاد السنه. الحمد لله كان فارق في المستوى، كانت مباراه حبيه وكانت فيها الروح الرياضيه، هي اهم حاجه. استفدنا من هاد المباراه، وان شاء الله نوجدوا الماتش ديال الوداد ان شاء الله. اجوردي سي ان بون ماتش، لي دو زيكيب كانوا اورغانيزي. ابخي باش نكون صريح، حنا فيزيكمون اوني سوليد، لان حنا انا لا مونتاليتي ديالي هي 70% 65% ديال الفيزيك. عاد كنفكر في لا تاكتيك واللعب، لان الا ما كانش اللعب ان اتليت ما يقدرش يلعب الكره. دونك هادشي اللي كاين. مي تبارك الله على البنات ديال الراجل اللي داروا مقابله في المستوى اليوم. وشكرا لجميع الناس اللي جاو حضروا وساندوا هذه المباراه هذه اللي كانت مهمه بالنسبه للفرق بجوج. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.